في منى ولم يشهدوها، وصلاة هذه الصلوات في منى أفضل في هذه الأيام من صلاتها عند الكعبة، تأسيا بفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. يزيدون أيضا برمي الجمار هذا اليوم الثلاث وما يتضمنها من السعي إليها والدعاء بعد الأولى وبعد الثانية، وهذه أعمال زاد فيها المتأخرون على المتعجلين. لكن ثمة أمر مهم لا بد من الانتباه له، يتعلق بالعقيدة ويتعلق بقلبك. انتبه أن يدخل الشيطان إلى قلبك فيزيدك زهوا وعجبا وتعاليا بأن تزكي نفسك وتمدحها بأنك زدت على إخوانك وفضلتهم، فإن الشيطان يدخل إلى قلوب العباد من أبواب خفية لا يشعرون بها شيئا فشيئا إلى أن يحبط عمله، وهذا مراد الشياطين من